الله الله ايه الايام دي؟ ابامة انا لو مكان الناس دول انجحك من غير امتحانات. حلوه البدله؟ شكلي شرف ونبي. شكلك يشرف من وانت بتحب يا ناصر. خاطر ضمك دعت لي دعوه من قوتها بنطلون امين اتقطع. فارق معاك موضوع النيابه ده واد يا ناصر؟ انا باني مستقبلي كله عليه. ولا انت ارضيك افضل ادي الولاد دروس وفي الاخر هم يدخلوا النيابه ويشتغلوا شغلات كويسه وانا قاعد محلك سر؟ ما تقلقش ربنا موجود ونعمة بالله ملناش غيره. انت عايز اسالك سؤال رفيع وخايف تزعل. انت الوحيد يا ناصر اللي لو ضربتني بالنار ما ازعلش منك انت بس. يعني لو ان شاء الله نجحت في النيابه ممكن تبطل شغلك ده؟ شغل ايه يا عم ناصر؟ السلاح رفيع. الكام فرد خرطوش اللي بيجيبوا لي 30 40 الف جنيه في الشهر؟ وانا لو عايش لوحدي هعيش بيهم مالك؟ كان زمان اركب احسن عربيه انما انا شايل حمل عيله. انت واحد من العيله دي بكراكيبك بكتبك بعلامك بالبدله اللي انت لابسها. اديك دلوقتي عم ناصر اقول لك اقلع بدلتك وروح لهم الامتحان باللي بس. اديك زعلت. او كلمه سيب شغلك دي زعلتني زي ما انت زعلت كده بالظبط. عمري ما اكون سبب اذيتك يا ناصر. ولو انت شايف ان شهاده وفاه اخوك هي اللي هتنجحك عندي استعداد اخليك تروح لهم بيها. بعد الشر عليك. انا اسف والله ما كانش قصدي. هات لي الحسابات يا جرجس.